انك تبقى مسؤول قدام جمهورك وانت خسران وعارف خسران الماتش اللي قبله، وعارف ان جمهور نادي الزمالك بيقف وراهم في كل الماتشات وبيحضر مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج بييجوا بيحضروا بيحضروا وعلى طول مأزرينهم. فانت ازاي تبقى مش مسؤول كده؟ يعني في اوقات لا، يعني حتى لو انا كده، حتى لو انا كده كانت البركات والفرقه كانت بتكسب، لا المفروض في الاوقات اللي زي دي لازم كل الفرقه تبقى مع بعض. يعني اظن برضو ان شيكابالا ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، ما يعرفش ان هم خرجوا، لان برضو واضح ان شيكابالا الفتره الاخيره لامم الفرقه، كابتن فرقه بمعنى الكلمه يعني، والناس كلها بتحبه والجمهور بيحبه. فاظن هو لو كان عرف حاجه زي كده كان قدر يمنحها من البدايه، لكن ما اظنش ان هو يعرفها، لان دي برضو هتبقى مشكله لو كان شيكابالا يعرف. طيب معتصم، وانت كنت واحد من المدافعين المتميزين في الكره المصريه، ويعني حابب اسالك عن رايك في دفاع نادي الزمالك، لان دايما بيحصل هجوم على دفاع نادي الزمالك خصوصا الفتره اللي فاتت. كلام ناس بتهاجم محمد عبد الغني مش في مستواه، قبل كده محمود علاء، قبل كده قبل كده قبل كده. شايف ديفينس نادي الزمالك ايه اللي ناقصه؟ لا ناقصه التزام، ناقصه مسؤوليه، ناقصه ان يلعبوا مع بعض كتير. زي ما بقول لك انا ما اعرفش هما في تدريبات هو بيلعبهم مع بعض طول الاسبوع على خطه الماتش ولا لا، ولا هو بيفاجئهم في محاضره الماتش على التشكيل. لا حاجات كتيره جدا، يعني لو شفنا مثلا جون امبي، شفنا محمد، شفنا عبد الغني هو واقف غلط خالص. يعني ايه انا واقف بره والمهاجم هو اللي جوه قريب من الجون؟ فدي برضو يعني قصدك على ضربه الراس اللي بتاعت اوف؟ لا يعني انت واقف غلط اصلا.